السلام عليكم. في اداه ممكن تضاف لجوجل كروم اسمها جرامر تشيكر اند ري رايت تول. دي عباره عن ايه؟ ان انت لما بتكتب اي جمله هو بيبدا يعمل لها اعاده صياغه، بيبدا يكتبها بشكل افضل. تقدر تستخدمها في لينكد ان، تقدر تستخدمها مع جيميل، تقدر تستخدمها مع الوورد بريس، الجوجل دوكيومنتس، كانفا، اي حاجه بتكتب فيها هو بيبدا ان هو يديك ارشادات لافضل جمله ممكن تكتب ازاي. طيب الاداه ممكن تيجي هنا وتقول له ان انت عايز تفتح الاداه اهي، تمام؟ فبيبدا يفتح لك، بيقول لك ان في برو اديتور، بيبدا يفتح لك بحيث ان انت تكتب اللي انت عايزه. هو يبدا يقول لك ده دي المفروض هنا مثلا تضيف اس، هنا مثلا المفروض تكتب بالصياغه ديت، فبيعمل اعاده للترجمه.